ولمزيد من النقاش والحديث عن تدهور التعليم وظاهرة الشهادات المزورة في العراق ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. حياكم الله. يعني فضيحة، يعني أقل ما يعبر عنه ما يجري في الحقيقة من كشف نائب في البرلمان اللبناني وهو النائب طرابلسي أن تلك الشهادات المباعة إلى العراق والتي بلغت 6000 شهادة علمية لدراسات عليا وغيرها في سنة واحدة، وهذا رقم يعني قياسي في الحقيقة. بماذا تعلقون دكتور؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة واحدة من أصعب الأمور وأعقدها ويعني تكمن فيها كارثة حقيقية منذ السقوط ولغاية الآن هي قضية التربية والتعليم والثقافة وهيمنة الأحزاب الفاسدة عليها طبقا للنظام المحاصصة المقيتة. يعني أقل ما يقال أنه الآن إذا كان هناك شهادات فقط كشف عنها مؤخرا صدرت من لبنان، يعني بعض الأرقام تصل إلى 27,000 شهادة مزورة ممررة بطريقة أو بأخرى لاعتبارات يعني هيمنة هذه الطبقة السياسية الفاسدة بأكثر مما مهيمنة على السلطة بهذه الشهادات. الحقيقة هذه ليست جديدة الآن، أنا يعني أؤكد وأنا ابن التعليم العالي في العراق وأعرف كثير من الأمور والخبايا أنه هذه العملية بدأت منذ السنوات الأولى ما بعد السقوط، وبدأت أيضا بطريقة ممنهجة، طريقة مبرمجة وخاصة فقط للأحزاب الولائية التي أرادت فعلا فرض هيمنة مطلقة على مفاصل التربية والتعليم والثقافة. نعم، طبعا ناهيك عن الأمور الأخرى التي يعني ممكن أن يأتي الحديث عنها. نعم، ببعض التفاصيل وبعض الأرقام. هذه القضية الحقيقة أخطر بكثير، بأضعاف مضاعفة مما هو خطر الآن على سرقة المال العام والمحافظة. أين تكمن في كل خطورتها القطاعات؟ دكتور؟ أين تكمن الخطورة؟ ولا سيما أنني بالأمس كنت أناقش موضوعا يتعلق بالتعليم أيضا، وكنا نتحدث عن خبر عن أن التعليم التربية والتعليم استطاعت بناء 400 مدرسة فقط في عموم العراق خلال المدة من 2009 إلى 2020. يعني قياسا بهذه الأرقام من البناء والتأهيل للتعليم لقطاع التعليم في العراق، وبين هذه الأرقام الهائلة للخريجين من الدول الأخرى بشهادات مزورة، ماذا نقرأ في ذلك؟ اللي نقرأ بشكل كلش جدا واضح هو أنه الفساد الآن لم يقتصر فقط يعني بمد أذرعه على القطاعات الاقتصادية، النفط والاستيراد والتصدير وغسيل الأموال و بيع وشراء المناصب، وطبعا تغلغل نفوذ المافيات، مافيات الفساد والميليشيات الولائية على الجوانب الأخرى اللي أقل خطورة إن شئنا أن نقول، لأنه كل الخطورة إذا تعلقت بتهديم البنى التحتية وسرقة الثروات كلها تعوض، لكن كيف يعوض أن التربية والتعليم تمس في جوهرها؟ يعني هناك الحقيقة هبوط في مستوى التربية والتعليم والمستوى الثقافي بعد ما سيطرت هذه الأحزاب يعني الولائية التي فعلا لا يهمها مصلحة البلد. أنت ما أن تدمر، هذه أمثلة كثيرة الحقيقة، ما أن تدمر التربية والتعليم حتى لا تقوم قائمة بشكل منظور للأمة. يعني الأمة لا تحتاج إلى قنابل نووية حتى تدمر بناها التحتية ويقتل البشر ويصير إشعاع نووي، يعني مثل ما حدث في هيروشيما وناغازاكي في اليابان. للأسف الشديد راحوا ضحايا، لكنه اليابان عوضت بالتربية وبالتعليم وبالتكنولوجيا، عوضت كثيرا، لأنه لم تصاب التربية والتعليم في اليابان ولا في دول خاضت حروب في أوروبا وفي حتى في أمريكا اللاتينية وفي بقاع مختلفة في يعني كوريا الجنوبية. يعني هذا يدفعني دكتور للسؤال، معذرة المقاطعة، هناك سؤال مهم وأرجو أن تكون الإجابة صريحة.
هل تعتقدون أن ما يجري هو عبارة عن عملية ممنهجة تقوم بها منظومة ما من أجل إفساد التعليم، وبالتالي يعني صحيح أن هناك بعض الناس يفكرون بالحصول على تعيينات أو ترقيات في أعمالهم، ولكن هل ثمت منظومة ممنهجة تقوم بهذه الأعمال لتدمير العراق ويعني مزيد من التراجع للأسف؟ طبعا أكيد. أنا راح أجيب لك مثال بسيط جدا. في التقسيم الأول للوزارة في حكومة المالك الأولى كان هناك توزيع بين، للأسف الشديد نقولها إحنا، بين السنة والشيعة. السنة أخذوا التعليم العالي في الدورة الأولى للمالكي بين 2006 إلى 2010، وكان حصة الشيعة هي وزارة التربية. يعني ما أن فكرت طهران، يعني وهذه أوامر إيران، أوامر الولي الفقيه، أنه هذه الوزارة لم تعد الآن مهمة بالنسبة لهم، لأنه فرضوا هيمنة عليها بتوزيع المناصب المهمة في داخل وزارة التربية. فهم بحاجة إلى فرض هيمنة مطلقة على وزارة التعليم العالي، باعتبار أنه الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليم العالي تضم شباب وتضم يعني طاقات، هذه يفترض أن يسيطرون عليها، زائدا أنه استحداث فكرة الجامعات الأهلية والمدارس الأهلية وغيرها اللي هي تدر أرباح كبيرة. يعني أصبحت مثل يعني قضية الاستثمار وغسيل الأموال. هذه القضية الحقيقة في الحكومة، حكومة المالكي الثانية، وكان وزير التعليم العالي في وقتها علي الأديب، الحقيقة شهدت تغيير كبير جدا في يعني إجازة هذه الجامعات الأهلية وتمرير الشهادات المزورة. وأنا أقولها بملء الفم، وأنا مطلع على كثير من الأمور، لذلك ما الآن يعني يتوقف عند الرأي العام العراقي من أن هناك عدد كبير من الشهادات المزورة جاءت من لبنان، ما هي هذه الشهادات أضعاف أضعاف الرقم اللي موجود حالياً تم تمريره خلال السنوات الماضية منذ السقوط ولغاية الآن. ناهيك عن أنه الشهادات لم تأتي فقط من إيران ومن باكستان ومن الهند ومن عدد آخر من الدول التي تزور شهادات أو تبيع وتشتري فيها هذه العناصر المهيمنة على السلطة التي تم تعيينها. هو هذا، شوف الفكرة وين. الفكرة أنه لما جاء هؤلاء بشهادات مزورة ومرت عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم معادلتها، أصبح الآن كل المعايير التي يريدونها للتعيين، فعين عدد آلاف آلاف مؤلفة. نعم. عينت في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، لأنه هناك شهادات. لذلك نعم. شوف الانتكاسات الكبيرة التي حدثت في العراق الآن على الصعيدين المدني والعسكري، كلها لأنه ليسوا أكفاء، هؤلاء الأشخاص ليسوا في أماكنهم الحقيقية. لكن دكتور، دكتور، يعني دكتور، هل تعتقد بأن هذا يمكن أن يسقط بالتقادم؟ يوما ما سينكشف الأمر ويتخذ القضاء والقانون مجرى في كل هذه، في كل هذا الفساد وهذه الفضائح. لا، بالتأكيد بالتأكيد، الجرائم هذه كجرائم القتل، هذه قتل ليس روح وحدة، ليس إنسان واحد، هذا قتل مجتمع بأكمله، قتل ضمير المجتمع العراقي. التربية والتعليم هي عمود الفقري لبناء أي مجتمع. إذا ساءت مخرجات هذه العملية، يسوء طبعا، بالتأكيد يسوء مخرجات، تسوء مخرجات كل المجتمع. لذلك أنا أقول، وإحنا أيضا كأكاديميين إحنا نصحنا الحكومات المتعاقبة منذ البداية تشكيل أول حكومة، قلنا لهم تركوا التربية والتعليم والثقافة بدون محاصصة، تركوها للمهنيين، تركوها للتربويين، تركوها للأكاديميين الذين يعرفون حق المعرفة بمجرد العملية التربوية والتعليمية، يعرفون الجامعات ويعرفون الثقافة، لكنه للأسف الشديد أبوا إلا أن يعني يهيمنون عليها. لذلك هم من هم؟ هم ميليشيات مهيمنة الآن على ثلاث وزارات من أهم الوزارات في العراق التي تدر أرباح، ثم يأتي بالمرتبة الأولى تهديم النفسية والتربية والتعليم العراقية بشكل ممنهج. أشكرك جزيلا الدكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد، شكرا لك.